بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا درس اللي هو كيفية عمل سيف النينجا الخشبي أو السيف الخشبي واللي نطلق عليه اسم البوكن. شو اسمه؟ بوكن. بوكن يعني السيف الخشبي. طبعا جيبوا لي خشب من اللي جبتوه العينات. عندنا خشبة الفأس هذه، تمام؟ يعني قد تجدوها في أي مكان أو في محلات البناء، جيدة نوعا ما لأنه بتوفر عليك الكثير من الجهد. وعندنا الخشبة الدائرية هذه أيضا، احنا نسميها في النينجا اللي هي الجو، تمام؟ خشبة على طول 4 أقدام، أطول من الهامبو، يبغى لها شوية شغل أكثر من هذه حتى تخرج منها سيف خشبي مستقيم. طبعا هذه جابوها الشباب حيكون وراها شغل شوية. هذه خشبة زي ما انتم شايفين، طبعا تجدونها في أي مكان، هذه ممكن ما تجدونها عندكم، هذه قد تجدونها في كل مكان. عشان كده حنشتغل على هذه الخشبة. عندنا مشكلة في الخشبة هنا زي ما انتم شايفين، هذه شايف؟ لو اشتغلت على الخشبة هذه راح أخرب الشغل كله، لأنه شوف 1 2 3 4 5 5 5 5 6 7 8 9 يعني أنا أشوف إنه الخشبة هذه ما أقدر أشتغل عليها. حتى شباب اللي هي إحنا نسميها عيون الخشب، أوكي؟ شوفها كمان هنا 1 2، هذه إحنا نسميها عيون الخشب. عيون الخشب هذه قد أضرب بالسيف أي ضربة حينكسر السيف مباشرة وحيروح تعبنا على الفاضي. حنوقف التصوير، حنشغل عيوننا شوية بالبحث عن خشبة تكون جيدة خالية من العيوب هذه ونبدأ نشتغل عليها. طبعا بحثنا ولفينا ودخنا وما لقينا خشبة مناسبة، ولا لا يا شباب؟ كل الخشب كان معدوم وسيء، ولكن توجبت علينا حصة اليوم انه نخرج بوكين بأي طريقة. وهذه تقريبا كانت انسب خشبة لقيناها، ايضا سيئة، ليست الخشبة الجيدة، فيها فتحات ومسامير، فيها عين الخشب هنا وهنا، ولكن حنشتغل عليها. فاعذروني لو طلع الشغل ما هو بالكامل. خلاص بس ناخذ اول شيء المرسام ونرسم شكل البوكين اللي نبغاه. طيب انا بحاول قد ما اقدر انه اتجنب المشكله انه فتحه المسمار هنا في وسط السيف، شايف؟ فما نقدر نتجنبها، ولكن اوكي حسوي لها معالجه واوريكم بطريقه فنيه. حجيب هذا من هنا من هنا من هنا، اوكي، بس من هنا من هنا طيب اوكي. حسوي قص اول وبعدين حستخدم الساعة عشان الوقت. بس شد اوكي، كمان اذا في شد شد ممتاز. طيب قلنا هنبدا. لاحظوا شباب انه عمل سيف، عشان نكون صادقين مع انفسنا، عمل سيف يحتاج الى مسطره، تمام؟ يحتاج الى مسطره، يحتاج الى رسم دقيق جدا. فلا تسووا زي ما اسوي انا، يعني انا همشي على، لانه عندي انا خبره في الرسم مسبقه، وعندي توازن، اقدر اوازن دون مسطره، تمام؟ فانتم لما تيجي تبغى تسوي لا تسوي زي حي الله، يجب تكون معاكم ايش؟ مسطرة. خلاص؟ بس طيب حبدا
تمام. اوكي. وهذا هو سيفكم. اوه ام سوري معلش. اوكي. بسم الله. هذه البداية حق صناعة السيف. واضح؟ واضح. نبدأ. في التشكيل والأكل بالفارة. طبعا لو تشتغلوا شباب المتابعين لو تشتغلوا بالفارة اليدوية تعرفوها الفارة اليدوية؟ في فارة يابانية جميلة بس المشكلة انه ما صار تنباع عندنا ما ادري ايش السبب يعني. ولكن لو بحثتوا عنها او فاره يدويه نفس الشكل هذا بس هذه ماكينه. اليدويه تقدر تتحكم اكثر في النحت اوكي؟ مفهوم. الماكينه ما تقدر تتحكم فيها لانها بتمشي وتاكل على حساب الكهرباء. نبغى تكون دقيق جدا. طيب. بسم الله. تقريبا اكتمل باقي ان اشتغل على القبر بريك اشتغل على القبر خلاص عبدوش سويت شيء نبى نقفل الفتحات هذه ها حق المسامير اوكي
حطينا نشارة الخشب على غرة. الغرة مو ماسك يعني. نخلطه كويس. يفترض انه احنا نستناه لين ينشف اوكي وبعدين نبدا الطلاء، ولكن انا ما هستنى لين ينشف عشان ابغى انهي لكم الحصه الان حتى تستفيدوا منها وتتعلموا اوكي. مساحة كان بإمكاننا نسوي خشبة بهذا الشكل ونثبتها عليها، ولكن ما فينا الآن نسوي بسرعة، نبغى اختصار الوقت. حاصل اثبت بدون ما تعود يضرب. هذه صنفرة خشب خشنة اوكي؟ المساحة عادة تستخدم ليش؟ بس واحنا ايش مساحنا؟ اوكي. خلاص كنت بدبس هذه لكن طلعت بلاستيك خشب، كنت ابغاها بلاستيك خشب عشان احط المسلة الدباسات، لكن طلعت بلاستيك وصرت ابيض اوكي؟ نعم. طيب الان عندنا المقبض، المقبض حسويه لكم في حلقة ثانية وأوريكم رابطة المقبض أوكي؟ واصل شباب؟ بس طيب هذه حكملها وأوريكم كيف تستخدم. طيب الورنيش لا ما أحتاج. Thank you.
كيف يا عزو؟ استنى بيبي مشي معي. رقمتوا انفسكم؟ رقمتوا انفسكم؟ طبعا احنا هنا في الدوجة اقول انه شيء سر المسابقة ولا ما اقول؟ طيب احنا في كنا نسوي اداء نوزعها ولكن هذه المرة حتى يكون في عدل لمن ياخذ هذه الاداء لانه هيثم اكثر واحد دفع هو اللي جاب الدهان هو اللي جاب طيب لا يستحق يستحق ولكن كرما منك نعم عرفت للشباب فدا ان شاء الله يا هيثم ان شاء الله يمكن تجي لك يمكن يجي رقمك والله حد ردي دائما ان شاء الله كرما منه اذا جاء رقمه يعطي واحد ثاني الله ذي تعرفها كرما مني جبت لكم بني انا ما اشوف هناك تشوفوا في الفراغ هذا جاي مكان على حقيقة شوفون في فراغ اي مكان هنا حافظ السنة راس السنة هنا شو هنا ماني مني هنا نسكن زايدة شوية. نعم. طب هو أحمر زيادة والله كذا خشبي. والله. نصوص. يعني نص نص. هذا بام قمر. نشوف صاحبه في الأخير. خبر سيء للشباب وش هو؟ حتى لو شاف اسم واحد يقدر ياخذ الان. دنيشه لا في باقي هذا اركب لكم التسوبه باقي ال هو اللي كتبك كامل شوف هذا المخبز بس هنا زايد هنا شوي من هنا جنب ايوه تخيل باقي بس اضيف لكم الربطه اسوي لكم تسوبه ويصبح ان شاء الله سيف كامل ها؟ هذا يا هو هذا ها؟ ولكن بعد التعديل منتظر ها؟ ما ادري ايش هي؟ لا بس صنفه بالله ولا شغل راس محمود نغلق الكاميرا شويه كذا من واحد لما عشان طيب يلا شيل تطلع بسم الله الرحمن الرحيم زي ما قلت انا قبل شويه ما كملت الكلام اسف يا شباب انه احنا عاده كل ما نسوي حاجه في واحد من الشباب ياخذ الان في اكثر من شخص لما نسوي قرعه من اللي حياخذ السيف قلنا ما نقاطعك سوء قلنا اذا ما طلع من الرقم اللي فيه ياخذه سعيد طيب بما انه سعيد اليوم مو موجود الشباب رقموا انفسهم كل واحد اختار رقم بدون انه ما اعرف انا الرقم ايش هو وانا بذكر اسم الرقم لو جاء صاحب الرقم اللي نطقته موجود من هنا هو اللي حياخذ هذا السيف وهذا البوكين واذا طلع الرقم غير موجود حياخذ سعيد العمري لانه غايب والشباب ما قصروا حطوا معاهم في القاعة. طيب رقمتوا انفسكم؟ اس.
انا اختار لا ابو الكاميرا تكون على الشباب. لا تعال حسن قدامك حمد تعال اوكي معليش طيب يا رب اروح اصور نفسك اقلب الكاميرا عليك اقلب الكاميرا شويه بس اقلب عليك هذا صور اقلب الكاميرا ما بيا ما بيا اتا طيب الان بنقول رقم 9 مبروك حد ما انهي بالكامل يصبح بوكينج بوكينج خلاص؟ انتظروا لين يشوف مبروك من اللي كان رقم 8؟ سعيد لا 8 ما في حد فنان انا كنت حفتها والله كان سعيد ربطة سوكا واصل؟ خذي عزلة هذا اوكي كان البوكن حق اليوم هذا كان البوكن حق اليوم اللي كنت عندي في الحصة القادمة بإذن الله راح نكمل أو أنت فرغنا عشان ما تنتظر الحصة القادمة من الآن عشان عندنا عيد الأضحى وما أدري متى نتابع الحصة ولكن إن شاء الله بإذن الله راح نكمل هذا السيف ونظبطه وننهيه على آخر الشكل أو على آخر شو اسمه قر واصل بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم الآن نبدأ في صنع معلش إنه تأخر الوقت وما قدرنا نكمل والآن يوم ثاني وهنكمل صنع تسوبا أو الحامي الخاص أو محامي المقبض للسيف تمام؟ عندنا هذه الخشبة شباب اخذنا منها المربع هذا وحنسوي منه تسوبا تمام الخاص بحامي اليد او المقبض للسيف تمام مفهوم عشان نسوي الكات يلا طبعا رسمنا عليه الان اللي هو حجم المقبض طيب طيب
حناخذ دريل ونبدا نسوي شيء بسيط. اوكي اوكي بالمقاس. الان عندي نقطه مهمه، اخذت المقاس المضبوط بس باقي اخذ الشكل الخارجي لل طيب نجيب دور المرسام. مرسام هندسه ولا هندسه؟ هذا احسن. طيب الان ممكن اسوي شكل معين ك رايكم؟ جميل الخيط؟ طيب الاول الوزك اي بس ابغى واحد يمسك معايا. عندنا هذا الشكل وحظبطه بعد شوية، ولكن نبغى نشوف كيف بسوي تحسينات بس عشان أرسمه مضبوط يطلع شكله جميل. أوقف التصوير، نبدأ نوازن. ترسم فوقها بس ما عندنا اللي يحرق وهو موجود، عشان كذا هسوي فيها كي. تمام بس سوينا هذا الشكل. طيب باقي بس شوية لمسات هنا بس عشان أقفل هذه. طبعا خلاص كده سامعين الصوت، وكان بحيث إنه يدق في
سوكة أو مقبض ما حيتحرك. كل اللي علي أني هثبت هذه فقط، بعد شوي أوريكي كيف أثبتها وهسير ثابتة. الآن بقينا لنا خطوتين بس، خطوة الدهان الأخيرة وخطوة تثبيت السوبة وخطوة سوكا ماكي أو ربطة السوكا. تمام؟ طيب بسم الله نبدأ للعمل الجدي. بعد ما وضعنا الستين، تمام؟ الستين اللي هو الطلاء الخارجي، الآن نحافظ على شكل الخشب بس من الهواء ومن أي شيء، هناخذ أو من الترف الخشب. عادة الخشب يتعرض للربية أو الديدان تأكل الخشب، فتحط عليه ستين بحيث أن تحافظ على الخشب. إذا كنت أنت تبغى تشتغل على سيف محترم زي هذا السيف خشب برازيلي، تمام؟ تحط ستين يستحسن أن تحافظ على الخشب يعيش معاك عمر أطول. بعدها تحط الورنيش، بإمكانك تحط جهة واحدة فيس واحد أو وجهين حسب الشيء اللي يريحك. شوفوا السين ايش سوى على هذا، خلاها زي كأنها ملمعة بالزيت. أوكي، هذه مشكلة المسمار في الخشبة مو راضي يطلع. نفتح حمد كيف حيصير شكله، ها؟ زي الزيت، اوكي؟ نبعده عن أي شعر كده ولا إيه؟ يا سلام عليك، الله يسعدك. على كل ما بغيته أغمق، على كل ما أعطيته وجه زيادة. تمام؟ يعني هذه لمسة خفيفة بدون الستين يا شباب، بدون طلاء الستين أو دهان الستين، البوية حتمسك في الخشب. تمام؟ مع الستين تحافظ على شكل الخشب، على مظهره الحقيقي أو شكله، الخدوشات اللي على الخشب دائما حقيقية. شفتوا التموجات اللي زي هذه حتبان. يا سلام، كيف صار شكله؟ بس حق مصنع الحين يا حمد، ها؟ حق مصنع. بهذا الشكل نكون إن شاء الله خلصنا من الشكل الخارجي للسيف. تأكد إنه ما يبقى أي لون زيادة. في ناس يحبوا اللون الغامق، في ناس يحبوا اللون الفاتح، أنا عمي أحب هذا اللون، لون الخشب الطبيعي. أوكي؟ أنا أعطيه شوية كده بس كل ساعة ولا ربع ساعة عبال ما يجف. زوم يا هاي كمان بين اللون.
هذه ال هنا هيثم ورنيش ورنيش تمام. وهنا مكتوب صالح للأكل. اوكي انا كيف كذا يا الله ايش بي نسيت اهم نقطة يا شباب. ايش اللي هذا حصل شباب نسيت نقطة مهمة. تسوقه طيب غمسها. في طريقة يا شباب اوريكم هي كذا هاي كذا وكذا ونسوي كذا شباب هذا بس وناخذ هذه ونغطسها. يا سلام شاطرين. طيب تم التغطيس تم التغطيس ونجرب الشيق والزفير عندها كيف. اذا كانت مره حتتحمل فتره اطول هنا تغريك خليها وقت ولا بس اسف. لا 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 كفايه بس كذا كفايه كذا تمام بعدها حنقوم نمسحها. نبغى ننزل أكبر نسبة من الدهون. نمسح. طبعا هستخدم يدي بدل حمسح. طيب انتظرها شويه بتجف بس كده ورجع كده حلو كفى خلاص كفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن بعد أن وضعنا التسوبة نجي ناخذ أي قطعة من ماسورة بلاستيك أو البي في سي ونقطع منها شريحة بهذه الطريقة ونسخنها إلى أن تصبح مرنة زي ما أنتم شايفين واضحة. بعدها نجي نركبها خلف التسوبة في البوكن. سوينا الحد هذا حد يمسك عنده التسوبة وبعدين نركب لها باكي من السيف ونثنيه إلى أن يركب بهذا الشكل ويمسك وننتظر إلى أن يجف أو يثبت مع توقف الحرارة وحيصير هذا شكله تمام. الآن ماسك. الآن نجي لتسوكا ماكي اللي هي ربطة التسوكا. ناخذ حبل زي مطاط البنطلون أو حبل الجزمة تلاقوه في محلات أدوات الخياطة تلاقوا الحبل أو اللون اللي يناسبكم. نفك الحبل وناخذ قطعة من الوسط تمام. وهذه الربطة تركزوا فيها نضع الحبل في نهاية التسوكة تحت القايشرة ونجي نلف أول لفة لفتين طبعا اللفة الأولى واللفة الثانية
وإن شئت نسوي نفس الشيء، لفة الأولى واللفة الثانية، وتخليه هنا بجانب الحبل أخوه، أوكي؟ وتمشوا على هذا المنوال أو هذه الطريقة. شد، إحنا سوينا الطريقة دي. يبغالك يكون ثبتها مضبوط، وبعدها نثني. واحد، اثنين، اثبت، تروح واحد، اثنين، تمشي بهذا الشكل، لف وكرر نفس العملية. واحد، اثنين، امسك. واحد، اثنين، وتمسك. اوكي، انا حكمل الشغل، حوقف التصوير واكمل الشغل لانه حيطول الفيديو شوية، لكن عرفتوا انتم الطريقة. هسوي كمان دفعة اخرى حتى توصل لك الفكرة، او لفة اخرى. واحد، شوف تثبته هنا، واحد، اثنين، برمتين او لفتين، وتثبت، وتجيب اخوه من فوقه، وتسوي نفس الشيء. واحد، اثنين، وهكذا. حتمشوا بهذا الشكل الى ان تنهوا تسوكا بالكامل، واضح؟ وبعدها هوريكم كيف طريقة الربط النهائية، او لانه عندنا بوكين ما هو سيف كاتانا حقيقي. في السيف الكاتانا الحقيقي نبدأ الربط من هنا، تمام؟ في السيف الكاتانا الحقيقي نبدأ الربط من هنا، من خلف تسوبا، من الفوتشي على طول نطلع مباشرة تجاه القايشيرة. بالنسبة للبوكين نبدأ من القايشرة باتجاه الفوتشي إلى آخر شيء، نقطع الحبل بالمقص ونضع صمغ أو غراء حتى يثبت، تمام؟ بالنسبة للكاتانا السيف الحقيقي، إذا مشينا إلى القايشرة نسوي ربطة متقدمة، بعدين أشرحها لكم في فيديو آخر مع سيف حقيقي، تمام؟ حوقف التصوير وحنكمل اللف الى ان نصل هنا، بدي اوريكم ايش اللي صار. We'll be right back.
طيب وصلنا في آخر نقطة من تسوكا نجي نربط نفس الفكرة عندنا نسوي تويستين أو لفتين حقتنا اللي بدأنا فيها بنفس الشكل واحد واثنين ومن ثم نشد الخيط بقوة ونبدأ نوازن نسوي عملية موازنة تمام هيصير بهذا الشكل زي ما انتم شايفين ماسك ومشدود اوكي الان نجي نقص الخيط نقص الخيط بهذا الشكل ومن ثم ناخذ لفه واحده عليه يعني خلينا نقول مقصينا هذا ونجي نلف لفه اخيره بهذا الشكل تمام ونضع هنا الصمغ نضع الغراء هنا ونمسكه بأي حاجة لحد ما يمسك وبعدها نجي ناخذ قطعة ماسورة البلاستيك ونسخنها لحد ما تصبح حارة ونجي نضعها في القايشرة أو تأخذ محل القايشرة بهذا الشكل صار عندنا كاتانا أو بوكن خشبي كم صار عندنا كاتانا واضح؟ خلاص